منك، ولكننا نعرض الآن صورة المسؤول الداغستاني وابنه الذي يشارك في هذه الهجمات. على اليمين صورة ابنه، وعلى الشمال صورة المسؤول الداغستاني. إذن في هذا الوقت لا تزال الاشتباكات مستمرة في دربنت وأيضا في محش قلعة في العاصمة. السيد سامر، هذه الهجمات كما ذكرت منذ قليل تمت بمساعدة حاضنة شعبية. كيف ستواجه روسيا كل هذه الهجمات؟ ونشاهد هذه الصور الحية حين أطلق أحد أبناء رئيس منطقة سيرجو كالينسكي النار. تفضل سيد سامر. نعم، الجانب الروسي